كنا على هدفنا الأصيل وهو الخطبة والمناظرة على الموضوعين المعين الخبز والرز، وقد ورد عليه الحكم من قبل وطوي ذلك البساط. مع ذلك قد يسود الملل وعدم الرغبة أيضا مرة ثانية، فلارتفاعه أدعو أبو بكر الصديق من فريق الخبز لينشد بين أيدينا نشيدة خبزية التي تناشدنا وتوقد في قلوبنا الوعي الأدب العربي اللغة العربي. فأدعو أبو بكر فليتفضل مع أصدقائه وإخوانه على المنصة المشهورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت نعم الله خبزا جئت بعد المسر يسرا، أمنا صنعتك قدرا يا خبز من الأخفاز. أنت في الموقيد الرنان إلى الخبز، فجزاهم الله خيرا.